بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أيها الأحبة الكرام، كل من سيستمع إلى تلك الحلقة عبر ملتقى الدارين، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بفريق الدعم. أستاذة سمية، مرحبا بكم بعد غياب أسبوع، أهلا وسهلا أو أكثر. أهلا وسهلا أستاذة نورة، أهلا بكل من ينضم إلينا في حلقة اليوم ضمن برنامج دروس وعبر تربوية من الحكم والأمثال. الحكمة كلمة تقال، وغالبا ما يغلب عليها الندرة، وتتحول إلى مثل عندما يتم تداوله على ألسنة الناس. ونحن هنا نتحدث حول الحكم والأمثال في قضايا مختلفة. اليوم أحبائي الكرام، نعرض لموضوع في غاية الأهمية، الكتابة وفضل الكتاب. الكتابة وفضل الكتاب. الكتاب نعم الأنيس، الكتاب نعم القرين، الكتاب وعاء العلم، تلك هي الحقيقة، هو جار الإنسان ورفيق الإنسان القارئ ومعلم وصاحب محب، لا يخون، لا يتكبر، لا يتعالى، يؤنس ومؤنس لمن لا يستطيع أن ينام، بار بك، كاتم لسرك، ضابط لجوارحك، وكما يقال نعم المحدث والرفيق كتابه، تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا للسر إن أودعته، وينال منه حكمة وصواب. نعم المحدث والرفيق كتابه، تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا للسر إن أودعته، وينال منه حكمة وصواب. صح يا سمية؟ صح. الكتاب ما أجمله وما أحسنه، وما أجمل الكتابة أيها الأحبة الكرام، عندما تكون تنفيسا عن النفس وعن المشاعر، وكما يقول الشاعر في هذه الأبيات الموجودة أمامنا التي يراها كل من يقرأ ويستمع إلى الحلقة، يتحدث عن الكتاب، مش كده ولا ايه؟ نفر من الواقع الى الكتاب، ومن الناس الى الكتابة. شكرا يا سمي. نعم المحدث والرفيق كتاب، تلهو به ان خانك الاصحاب، لا مفشيا للسر ان اودعته، وينال منه حكمة وصواب. يا سلام، جميلة جميل هذا الكلام الرائع الذي يعني نسعد به عندما نطرح هذه الرؤية الجميلة وهذا الفكر الرائع من كتاب. يعني نسعد بهذه الكلمات وبهذه
الأفكار الجميلة أيها الأحبة الكرام. تعالوا بقى مع بعض نشوف حاجة جميلة قوي. أيوه، نبدأ بهذا الكلام. طبعا أما نعرف إن أول صورة تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه بأن يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كده ولا ايه؟ صح؟ أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ في سورة العلق. أمره وأمرنا بالقراء. فقال المولى سبحانه وتعالى في سورة العلق، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه هي البداية، تلك هي الرؤية الصادقة صلى الله عليه وسلم، هذا النموذج الجميل وهذا التعبد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، نزل عليه الحق وجاءه الملك فقال له اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ إلى الآية ما لم يعلم، كما قرأنا علم الإنسان ما لم يعلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على السيدة خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي، فأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، فقالت له كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق في الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم السيدة خديجة أخو أبيها، وكان في يعني من الذين هم على النصرانية في الجاهلية تنصروا، وكان يكتب الكتاب العربي وكان يكتب اللغة العربية ومن الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان ابن نوفل شيخا كبيرا قد عمي فقد البصر. قالت خديجة رضي الله عنها أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة ابن أخي ما ترى، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك، يا ريتني أبقى موجود لما يجوا يخرجوك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم، هيخرجوني يعني، هيطردوا الصادق، هيطردوا المخلص، هيطردوا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيطردوا المنقذ. قال نعم، فقال لورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا، هكذا يعاد الصادقون ويعاد الصالحون ويعاد من يريد الخير للناس، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هكذا طبعا ورقة ابن نوفل توفي وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا، فيعني هذا النموذج أيها الأحبة الكرام، نموذج القراءة، نموذج الوحي، نموذج فضل الكتاب، هذا النموذج في غاية الأهمية علينا أن نعيه. وأيضا
عندما نقرأ نون والقلم وما يسطرون، هذا هو النموذج الآخر الأوفى والذي يعبر أيضا عن دلالة حلقة اليوم. هذه القصة الجميلة للمأمون، نظر المأمون إلى بعض ولده، المأمون بص لبعض ولاده كده وهو ينظر في كتاب، أحد أبناء المأمون بيبص في كتاب، فقال: يا بني ما كتابك هذا؟ قال: بعض ما يشحذ الفطنة، بعض حاجات اللي بتنمي التفكير ويؤنس من الوحشة. فقال: الحمد لله الذي رزقني ذرية يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين وجهه. شفت الكلام يا سمية؟ شفت يا نورة؟ يا نورة شفت الكلام؟ الحمد لله الذي رزقني ذرية يرى بعين عقله، تفكيره الإبداعي والتفكير الابتكاري وإعمال العقل والبصيرة أكثر مما يرى بعين وجه. هذا كلام جميل ورائع، يذهب بنا مباشرة إلى الحكم حول فضل الكتابة والكتاب أحبائي. وهذا نموذج مهم: من عرف أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. التاريخ وقراءة التاريخ وقراءة السيرة وقراءة العلوم، والتاريخ في أحد معانيه وأحد تفاسير أحد معاني ومفاهيمه هو علم دراسة الماضي بقصد تفسير الحاضر والتنبؤ بما سوف يحدث فين في المستقبل. فاللي بيقرأ أحداث الماضي وياخد منها العبر يضيف إلى حياته ويضيف إلى رصيده وإلى عمره أعمار السابقين له. ما أجمل هذا المثل: من عرف أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. يا سلام، إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح. في بيوت مليانة أكل، وفي بيوت مليانة حاجات من مظاهر الدنيا وأشكالها، ولا يوجد بها أناس لهم عقول، مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ آه طبعًا لازم نقرأ في التاريخ، لازم نقرأ يا نورة، لازم نقرأ في التاريخ، لا الكتب كتيرة إن شاء الله نوجهكم لكتب بعينها، عندنا سلسلة جميلة إن شاء الله نعرضها في الملتقى الدارين، أهم الكتب التي أثرت في فكر الأمة. احتمال أخدها سلسلة من الحلقات، وأنا شرفت أن أكون مقررا للموسوعة ومعي أستاذي وحبيبي ووالدي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أسأل الله أن يمد في عمري وأن يحفظه من كل مكروه، أستاذ دكتور زكريا سليمان بيومي، كنا مقرري المشروع على مدار سنتين تقريبا، وإن شاء الله هو في الطباعة حوالي 11 أو 12 مجلد في أهم الكتب والمؤلفات التي أثرت في فكر الأمة سلبا وإيجابا في مجالات مختلفة، في التاريخ وفي التربية وفي الفلسفة وفي الأدب وفي القانون وفي أشكال كثيرة جدا أو محاور كثيرة، إن شاء الله يعني ربنا ييسر ونعمل لها سلسلة من الحلقات نعرض لهذه الكتب بإذن الله تعالى أمامكم فور صدورها، أو حتى قبل ما تظهر كطباعة، يعني كتب هي موجودة ومشروع تم الانتهاء منه إن شاء الله. إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح. في بيوت كتيرة أوي زي ما بقول لكم فيها أجساد ولا توجد بها عقول، وفيها فلوس كتيرة أوي أوي، يعني مش كده يا سمية؟ فيها فلوس كتيرة، أنا مش فيها حد فاهم حاجة. إن هم كالأنعام بل أضل سبيلا. ولا تجد هناك مكتبات. صحيح أننا في زمن المكتبات الإلكترونية، صحيح أننا في زمن التابلت، صحيح أننا في زمن الميديا، صحيح أن الأمور تم اختزالها وأصبح بين يديك بكبسة وبضغطة على زرار بيديك ما يسمى الموسوعة وبيديك ما يسمى المحدث وبيديك عالم الفكر أو عالم المعرفة الإلكترونية، في لحظة تبقى الكتاب ما بين إيديك كتاب إلكتروني، تتجول في المكتبة وتعمل سيرش لكلمة
من بين ملايين الكتب بتديك دلالة الكلمة أو دلالة المفهوم. صحيح كل هذا مهم، ولكن يبقى في النهاية الكتاب اللي بين إيديك، الكتاب ده هو ده الأصل، وهو ده الأجمل، وهو ده اللي العين دائما بتأنس به أكتر من غيره. فهنا الكلام ده كلام مهم جدا، وكلام يعني محتاج إن إحنا نقف أمامه ونفكر فيه. إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح، معناها إن الكتاب هو الذي ينزل الروح على من في البيت، بيخلي العقل زينة، بيخلي الناس تفكر، ويخلي الناس عندها وعي. من يكتب حكايته يرث أرض الكلام. الله، على دي حكمة جميلة أوي يا سمي، جميلة. من يكتب حكايته يرث أرض الكلام، من يكتب حكايته يرث أرض الكلام. الله، من يكتب حكايته يرث أرض الكلام. روعة، جميل كده. من يكتب حكايته يرث أرض الكلام. أيوه أيوه جميل. يعني كل واحد يكتب مذكرات ويكتب قصته ويكتب حكايته، صح ولا ايه؟ الله، الكتاب ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء، وكتابة التاريخ هي أسلوب التخلص من الماضي، والكتب هي النوافذ التي من خلالها تنظر الروح. جميل. والقلم بريد القلب، يخبر بلا خبر وينظر بلا نظر. حلو قوي دي، ما سجلتهاش انا في الحلقة. نقول تاني يا سمي، نقول التانية دي. الكتاب او القلم بريد القلب، يخبر بلا خبر وينظر بلا نظر. جميل. نورة بتقول من يكتب حكايته يرث أرض الكلام. أيوه حلو أوي، يعني يبقى عنده رصيد مما تم كتابته من الآخرين. يعني أي حد بيكتب بيسجل، فكأنه ورث أرض الكلام. ما هو الكتابة إيه؟ كلام. فكتب، فعندما يكتب قصته وأنا أكتب وأنت تكتبي وده يكتب، فكأنك ملكت أرض الكلام. هي بلاغية لأنما لا مفهومة، كأنما ميراثك أصبح أرض الكلام. الأرض، الميراث مش حاجة مادية هنا، وإنما هي حاجة معنوية، إنه فلان كتب قصته، فلان كتب سيرته، وده كتب سيرته، وده قرأ وده قرأ وده قرأ، فهنا ملك أرض الكلام. الكلام اللي هو إيه؟ مجموع القصص ومجموع المفردات اللي تم كتابته. نعم. الكتابة نصف المواجهة، الكتابة نصف المواجهة. نصف المواجهة إنك تكتب، تقول، تعبر، مش كده ولا إيه؟ وبعدين المثل اللي أنا قلته من شوية وقرأته عليكم موسوعة، القلم بريد القلب، يخبر بلا خبر وينظر بلا نظر. جميلة. الله، والقلم شجرة ثمارها المعاني، والفكر لؤلؤة الحكمة. شفت ازاي؟ القلم شجرة ثمارها، الثمار الجميلة اللي بتطلع وبناكلها منها، المعاني، والفكر لؤلؤة الحكمة. الفكر هنا لؤلؤة الحكمة. الله، كده ولا ايه؟ جميل. المتصفح للكتاب ابصر بمواقع الخلل فيه من منشئه. اللي بيتصفح ويقرا بيطلع خلل لم يستطع من تألف ان يكتشف،
صح ولا لا؟ عشان كده اي حد بيكتب حاجه بيديها اللي حواليه يقراها، يقول له خد اقرا كده. انا ما بخلص مقاله وبرجع اقراها تاني، بسال نفسي انا كتبت ده امتى، وممكن اراجع نفسي وممكن اقول طب انا ليه ما ضفتش كذا او ما كتبتش كذا، لان لحظه كتابه المقاله في الغالب يغلب عليها الطابع الانفعالي او طابع اللحظه، الانفعال بالحدث، التفاعل مع الحدث، الانسجام مع القضية التي أكتب معها. وإذا قعدت يوم أو يومين أو ثلاثة ممكن أكتب حاجة تانية خالص، وبالتالي هذا أمر مهم. ال 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 الكلام ده كلام جميل. الكتابة نصف المواجهة، صح ولا لا؟ صح. طيب، ليكن ما نكتب من خير ما يقرأ. هنا بقى بيوصي بقى يا سمية، بيوصي البهوات اللي بيضللوا الناس، وبيوصي الناس اللي بتكتب في الرذيلة، وبيوصي الناس اللي بتذهب وتشوش على عقول الناس. بيقول لهم يعني اتقوا الله. طبعا النون والقلم وما يسطرون ده قمة الضابط وقمة المعيار الإلهي في ضبط ما يجب أن نكتبه وما نقوله، مش كده ولا ايه؟ قسم، فخلي بالك من اللي بتكتبه. فهنا بيقول ايه؟ ليكن ما تكتب. لا يا نورة اكتبي على طول، مش موضوع غيظ او بتاع، لا اقصد بها قضية ان انا ابقى متغاظ، لا انا اقصد اللحظة الانفعالية التي تشعري انك تريدي ان تكتبي فيها، اكتبي سجلي. واحنا في مجتمع لم يتعلم كتابة المذكرات ولم يتعلم كتابة المقالات، احنا اتعلمنا نحفظ ونسمع في الامتحانات، انما ما اتعلمناش وانت قاعدة كده بعد الحلقة تمسكي التابلت اللي معاكي ولا الايفون ولا السامسونج اللي فيه برنامج الملاحظات وتكتبي كده ايه اللي حصل النهاردة، اي ابرز الاحداث اليوم في حياتك، ايه اللي استوقفك، تعملي نوتس كده تسجليها. كل الكلام ده موجود في الموبايلات على فكرة، بس انا اتحدى من مجموع 100% من الناس اللي شايله موبايلات حديثة انك تلاقي فيهم واحد من 100 هما اللي بيسجلوا ملاحظات، واحد فقط، الباقي ما عندوش هذه الثقافة. بينما الاخر في الغرب صغار او كبار بيشغلين على هذا الامر، بيعمل نفسه جدوله ويحط الجدول ويديله جرس وقت معين ينبهه، وبيعمل لنفسه جداول مستقبليه خلال الشهر وخلال الشهرين وخلال الفتره اللي جايه، بيتعلموا. ده هي المساله، مساله تعود، زي اللي اتعود كده مثلا قبل ما ينام لازم يتوضا، يجي يوم من غير ما يتوضي وكده وقايم وبردان ومتضايق ولا بتاع، تلاقي حاجه زي اللي بتقرص فيه، لا ارجع قوم توضى، لانه اعتاد على ده. ومن تعود واعتاد على شيء خلاص خلصت الحكايه. فاذا ليكن ما تكتب من خير ما يقرأ. هو بيقول كده يا جماعه، يا من يكتب في الصحافه، يا من يكتب في الاعلام، يا من يكتب في الآداب، في التربية، في العلوم، خلي بالك وانت بتكتب ليكن ما تكتب من خير ما يقرأ. جميلة أوي في مجال مناهج البحث، جميلة أوي في البحث العلمي، جميلة أوي في الخطاب الاجتماعي، إن الناس تنتقي الكلام الجميل، فعندما تجد فلان أديب يكتب فتستحسن ما يكتب وتمسك الرواية تفضل معاها لحد ما تخلصها وانت سعيد، وانت بتقرأ القصة وانت بتقرأ المقالة تحترم من يكتب. انما في ناس لا تحترم عقول القراء، وبالتالي دول لا يبقوا في التاريخ ولا تبقى لهم قائمة. القلم الرديء، هنا بقى الكلام الجميل ده، القلم الرديء كالولد العاق. الألم السيء، الألم المهزأ بيجيب لصاحبه التهزيء، والألم الذي يشوش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذ محمود.
القلم مصطفى. طيب كمل اسمك مصطفى، انا الاقي صاصة، فمش معقولة هندهلك صاصة يعني، فلازم اعرف ده مين، لو واحدة ولا واحد، يبقى لازم يعني الواحد بيتحرى انه يقرأ اختصارات لاسماء يعني. اهلا وسهلا اخ مصطفى. القلم الرديء كالولد العاق. شفت المثل الجميل ده؟ هنتكلم النهارده عن الكتابة في الحكم والأمثال. يعني إيه؟ اللي بيكتب واللي بيقرأ. فهنا مثل حلو أو جميل يعجبك. القلم الرديء كالولد العاق. فيها دروس ولا ما فيهاش؟ فيها طبعًا دروس جميلة. آه، يعني يقول لك خلي بالك اللي بيحط القلم ده عشان يكتب للناس حاجة يشوش بيها عقولهم أو يستفزهم او يضحك عليهم او يستغفلهم، ها، ده راجل قلمه رديء، زيه بالضبط زي الولد العاق لابوه او لامه. شفت بقى المثل رائع وجميل، صح يا نورة؟ ببكاء الاقلام تبتسم الكتب. اجمل مثل قريته وانا بحضر المحاضرة النهارده. اه والله اجمل مثل يا مصطفى النهارده في موضوع النهارده. ببكاء الأقلام تبتسم الكتب. يا الله، ما أجمله وما أروعه. ما هو القلم فيه حبر، فالحبر لما بينزل كأنه يبكي، فلما ينزل ويكتب كلام كويس إيه اللي يحصل؟ ها؟ الكتب بتبتسم، يبقى الكتابة يبقى شكله جميل، فيه كلام، فيه حلو، إنما تفتح كتاب كده هتلاقي الورق فيه فاضي كله. هيبقى إيه إن شاء الله؟ يبقى مفيش كتابة. صح، كلام جميل. الله، أجمل ما في كتبك، أجمل ما في كتبك رأس مال، وما في صدرك للنفقة. حلو أوي. والكتب مرشدة في الصغر، وتسلية في الكبر، ورفيقة في العزلة. ركز يا سمية، جميل أوي المثل ده برضه. هو مش كل الحاجات الواحد نقلها يعني او كتبها. الكتب مرشدة في الصغر، الصغنون ده مرشد له الكتاب، ها، وتسلية في الكبر، ورفيقة في العزلة. انا اذكر وانا طفل في 6 سنين، او يعني أو مش عايز اقول اقل، لانه يعني في فترة اللي خلاص انا اتعلم بقرأ وكده، كنت اجري اروح لبتاع الجرايد وتسابق قبل حد من اخواتي عشان اشتري انا الجورنال واديه لبابا، وانا جاي في الطريق ريحه الجورنال كده جميله، وابدا اتحسس وافتح واقرا واحاول ان اقرا، وفرحان ان انا في ايدي جورنال واقرا. اكاد ان اقول الان في هذا الوقت وفي هذا الزمن الذي نحن فيه، الانسان مش بيستحي انه يفتح جورنال ويقراه، يستحي انه يروح يشتري جورنال مما يجده من حالة اسفاف فيما يكتب، ورحم الله من ماتوا من الكتاب الكبار الذين كانوا يكتبوا ليحترموا العقول، لا ليضللوا الناس ويدعوا بامور لا يجوز لهم الادعاء بها. فالمجلات الجميلة والكتب الجميلة التي كانت يعني ما أجملها وما أعظمها، رائحة الحبر حتى فيها كان جميل، لأنه كان وراه معاني للعلم ومعاني للمعرفة، وما أجمل تلك الذكريات الجميلة. بيقول لك هنا مهما بهت الحبر، مهما الحبر بهت يا مصطفى يبقى أفضل من الذاكرة الجيدة. يعني واحد يقول لك أنا ذاكرتي قوية، طب يا حبيبي الذاكرة القوية مع الوقت هتروح، هتكبر، هتنسى، هيجي لك زهايمر. إنما الكتاب لو الحبر بيه فيه بس باهت شوية، قديم شوية، بيفضل الكتاب كويس، بيفضل الكتاب مرجع. فدي دلالة جميلة أوي أوي من دلائل. عندما كنت شابا كنت أكتب لأعيش، والآن أكتب لكي لا أموت. الله الله على ده مثل. عندما كنت شابا كنت أكتب لأعيش،
والآن أكتب لكي لا أموت مثلا، أو ليس شيء أوعظ من قبر، ولا أسلم من وحدة، ولا آنس من كتاب. الأنس كله في الكتاب، وبالتالي بتبقى حاجة غريبة أوي يا مصطفى أما تروح كده تسافر، ربنا يكرمك كده وتركب طيارة تروح دولة في أوروبا، ها، والواحد تحس كده إنك مكسوف من نفسك، وأنت باصص في المترو ولا في الباص ولا في البتاع، كل واحد في إيده موسوعة كده أو كتاب. تروح ألمانيا إن شاء الله، في ألمانيا في فرانكفورت كده، مطار فرانكفورت، تبص كده تلاقي الناس اللي فاتح كتاب، اللي فاتح مجلة، اللي فاتح كذا وحاطط في ودانه حاجة بيسمع كتاب إلكتروني. كل الناس مشغولة بالتعلم، عايزين يقروا، عايز ينجز، ومعاه ورقة في النص كده، يخلص ينزل يقوم حاطط الورقة، وبعدين يدخل باص تاني يقوم حاطط الورقة. هنا الناس بتعمل إيه؟ ها؟ أنا مش فاهم الناس بتعمل إيه؟ فده حاجة جميلة جدا إن إحنا يبقى عنواننا هو الكتاب. وكويس، أدي المعرض الدولي جاي في مصر يوم 27، فيبقى إيه الكتب، و الكتب أحبائي هي ثروة العالم المخزونة والإرث المناسب للأجيال والأمم، مش كده ولا إيه؟ إحنا يا نورة بقى علمنا الناس، عملنا محاضرات في خرائط العقل، وإزاي أنا نعمل خريطة عقل ألخص بيها فصل أو كتاب. عشان كده النوتس بتاعة الكتاب دي وبيكتبها، وده أمر مهم جدا. فهنا واحد بيقول لك إيه؟ الكتب هي ثروة العالم المخزونة والإرث المناسب للأجيال والأمم، والقلم صائغ الكلام، يفرغ مما يجمعه القلب، ويصوغ ما يكسبه اللب العقل. إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، وأمره أن يكتب كل شيء يكون. الله، مش كده يا سمية؟ أيوه، والقلم سفير العقل ورسوله الأنبل ولسانه الأجول وترجمانه الأفضل. الله، إني لا أعرف شجرة أطول عمرا، ولا أطيب ثمرا، ولا أقرب مجتبى من كتاب. بيقول كده الكاتب في المثل ده، والله أنا ما أعرفش الشجرة أطول عمر، ولا أطيب ثمر، ولا أقرب مجتبى من كتاب. الله، من وضع كتابا فقد استهدف، فإن أجاد فقد استشرف، وإن أساء فقد استهدف. حلو أوي، يعني اللي يألف كتاب فقد استهدف، إذا جود فقد استشرف، وإن أساء فقد استهدف. الله، جميلة أوي، جميلة. حين نريد الكتابة يهرب الكلام، فماذا نفعل؟ سجليه يا سمية، سجليه. ما هو إذا ما قدرتيش تكتبيه سجليه زي ما أنا بسجل معاك كل وقت. هو أنا، ما أنت معايا بقالك شهور أهو، صح؟ معايا بقالك شهور أهو، مش كده ولا إيه؟ أنا لو بسمع نفسي في محاضرة من أي عنوان من العناوين، أنا نفسي لو افترضنا إن أنا بسمع نفسي في محاضرات، وأنا ما بسمعش محاضرات لنفسي تاني يعني، هسأل نفسي سؤال، هو أنا قلت الكلام ده إمتى؟ ولو بعد ما خلصت معاكم يا مصطفى المحاضرة الآن بنص ساعة عدت نفس المحاضرة، أنا ما أعرفش أنا هقول إيه، طبعا عدا ما هو مسجل أو مكتوب يعني. فهي المسألة في النهاية هي الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الفهم، هو الذي يرزق التوفيق، وبالتالي بنبدأ ببسم الله وبننهي ببسم الله والحمد لله، لأنه التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ورب مبلغ أوعى من سامع. فمن وضع كتابا فقد استهدف، فإن أجاد فقد استشرف، وإن أساء فقد استهدف. خلاص وصل للهدف اللي هو بتاعه. اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. الله، اكتبوا
احسن حاجه بتسمعوها، زي الحكم والامثال. ما ده برنامج اهو، قربنا على ال 100 حلقه ان شاء الله، مش كده ولا ايه؟ صمايه بتقول كده مش هنتكلم خالص. اه والله يا صمايه، اكتبوا احسن ما تسمعون، لانه اصل انت عارف يا صمية، الثقافة تضمحل عندما يغيب الكيان الحضاري، وعندما تضيع اللغة، وعندما لا نحترم هويتنا، وعندما يضيع الإيمان من بين أيدينا. كل ده في النهاية يؤدي إلى سالب، يؤدي إلى انحدار، يؤدي إلى ضياع للعلم، يؤدي إلى غياب التقدم، يؤدي إلى عدم حضور الحضارة وعدم حضور الإطار الثقافي. وفي النهاية تلاقي الرذيلة هي السائدة، تلاقي قلة الأدب والشتائم والألفاظ القبيحة، وتلاقي الرويبضة هم الذين يعتلوا، وهم الذين يتحدثوا، وهم الذين يوجهوا، وهم الذين ينصحوا. وبالتالي في النهاية هنقول كده مش هنتكلم خالص. فعندما اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. الله، إن الكتاب يا مصطفى هو الجليس الذي لا ينافق ولا يمل ولا يعاتبك إن جفوته ولا يفشي سرك. الله، الكتاب هو الجليس الذي لا ينافق ولا يمل ولا يعاتبك إن جفوته ولا يفشي سرك. شفت المثل؟ الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك. شفت بقى ازاي؟ نجيب بقى حاجة تانية. عندما لا يكتب شعب تاريخه الخاص، فسيفعل ذلك الآخرون ولكن بطريقتهم الخاصة. ركزي قوي يا سمية، انت ونورة ومصطفى في الكلام ده. عندما لا يكتب شعب تاريخه الخاص، لو ما بنسجلوش هنا بقى كأنما ورث الأرض أرض الكلام. عندما لا يكتب شعب تاريخه الخاص، فسيفعل ذلك الآخرون ولكن بطريقتهم الخاصة. يقول لك المستشرقين يكتبون، مستشرقون كتبوا عن مصر أو كتبوا عن العالم. طب كتبوا قالوا إيه إن شاء الله؟ قالوا خير ولا قالوا شر؟ طب وأنت ليه ما تكتبش أنت تاريخك؟ لماذا لا تسجل تاريخك؟ حتى لا يسجل الآخر ولكن وفق هواه ووفق ما يريد. وهنا نقول هذا المثل الجميل: الأقلام مطايا الأذهان. ها؟ الأقلام، صح؟ مش كده؟ الأقلام مطايا الأذهان. شريفة، الأقلام مطايا الأذهان، مطية الأذهان والقلم. طيب لو في عقل ساذج وتافه أو عقل ماكر مش كويس، هيعمل إيه؟ هيكتب أشياء مش كويس. وبالتالي الكتابة هنا يترجم هذا المثل: الأقلام مطايا الأذهان. أيضا عليكم السلام ورحمة الله، الكتب خزائن الحكمة. الكتب خزائن الحكمة، الكتب. أمال إيه؟ ولهذا يقال أربع يعرفون بأربع. ماشي يا شريف؟ أربع يعرفون بأربع: الكاتب بكتابه، والعالم بجوابه، والحكيم بأفعاله، والحليم باحتماله. شفت بقى المثل الجميل ده؟ أربع يعرفون بأربع: الكاتب بكتابه، والعالم بجوابه، والحكيم بأفعاله، والحليم باحتماله. وبالتالي القراءة تصنع الرجل الكامل. لو بتقرأ كتير تلاقي كده موزون، والنقاش يصنع الرجل المستعد، والكتابة أحبائي تصنع الرجل الدقيق. تصنع الكتابة، بتصنع يا سمية الرجل الدقيق. المطالعة للعقل كالرياضة للجسم، فكما تحفظ وتنشط الرياضة الجسم، فإن المطالعة تبقى حياة الفضيلة التي هي صحة العقل،
تنتعش وتتأكد. إن صورة ذكاء البشر ومعارفهم تبقى في الكتب بمنجاة من ضرر الزمن، وهي قادرة على التجدد الدائم. الله، إن أفضل ما لدى التاريخ ليمنحنا إياه هو الحماسة التي يثيرها. وعندما أقرأ كتابا للمرة الأولى فذلك بالنسبة لي كسب صديق جديد، وعندما أقرأ مجددا كتابا سبق لي قراءته فذلك أشبه بلقاء صديقا قديما يا نورة. شفت بقى إزاي؟ وفي الكتب تكمن روح الزمن الخالي بأسره، وكل ما صنعته البشرية وفكرت فيه وكسبته أو كانت عليه موجودة في صفحات الكتب كما لو كانت محفوظة حفظا سريا. أن يعرف المرء كيف يقول ما يعرف الآخرون، كيف يفكرون فيه فحسب، هو ما يصنع من البشر، هو ما يصنع من البشر شعراء وحكماء. وأن يجرؤ على فعل ما يجرؤ الآخرين على التفكير فيه فحسب، هو ما يصنع من البشر شهداء أو مصلحين أو كلا النوعين. القلم صنو الطبيعة، ترتفع حرارته ويشتد ضغطه الدموي فيكون صيفا ويعتريه البرد وتغطيه الثلوج فيكون شتاء، وقد يستبد به الغضب وتعصف عليه الرياح فيكون خريفا، ولكن القلم تهب عليه النسمات فيزهر ويتمايل متألقا كأنه بالنشوة يرقص على الورق مزدانا بلآلئ الكلمات، عندها يكون الفكر ربيعا. يا سلام على الكلام الجميل الرائع. الكتب أحبائي هي خزائن الإيه؟ الحكمة. القلم أقوى من السيف، مش كده؟ القلم أقوى من السيف، مش السيف بقى هو أصدق أنباء من الكتب، لا، القلم أقوى من السيف. أيوة. قيدوا العلم بالكتابة. زمان العلماء كان يقعد العالم ويقعد الكاتب، بتشوفوا الكاتب في مصر الفرعونية قاعد وماسك القلم وقاعد يسجل الكاتب. قيدوا العلم بالكتابة. والطلبة في المحاضرات بتعمل ايه يا شريف؟ ها؟ تكتب ورا الأستاذ، مش كده يا نورة؟ مش انت بتكتبي ورا الأستاذ المحاضر؟ انت بتنام؟ بتنام، يبقى العيب مش عليك، العيب على اللي بيدرس. يعني انت نايم الوقت مني ولا ايه؟ ها؟ ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرم. قيدوا العلم بالكتابة. احلى نوم وقت المحاضرة، الله يكرمك. ماشي طيب. الكتب احباء الكرام بساتين العقلاء. عندك امتحان بكرة. ربنا يوفقك. اه والله هي دي دعوة للتركيز في المذاكرة، ودعوة لحب المادة اللي انت هتجاوب عليها بكرة ان شاء الله. لا لا، اوعى تنام في الامتحان. تنام ايه؟ لا. الكتب بساتين العقلاء. الكتب، بس الكتب اللي بتحترم العقول. ما احنا المحاضرة دي واللقاء ده جميل، او في منهج فكري كده جميل. يعني ليس كل ما كتب يقرأ، ولكن ما تم احترام العقل به وما تم انتقاؤه هو الذي يجب أن نقرأه. يا سلام، الكتب بساتين العقلاء. بننتقي بآليات يا سمية، معايير اختيار الكتاب، ايه الايديولوجية اللي اتبنى عليها. وانا بقول لك الكتب اللي اثرت فكر الأمة، المشروع ده كتب أثرت سلبا، يعني ضيعت الناس وشوشتهم وديتهم في مصيبة، سواء كتب أدبية أو تاريخية أو فلسفية، أو كتب ارتقت بأذهان الناس. وبالتالي معيار اختيار الكتاب يتوقف على توجه الكاتب، فكره، فلسفة الكتاب، طريقته. كل الكلام ده لازم عشان أنا أحدده، لازم أبقى عارف الكتاب ده لمين، ومين ده، توجهه إيه، وفلسفته إيه،
وإيه القضية اللي بيتناولها، وأقرأ في القضية لأكثر من كاتب عشان أنا يعني أبقى فاهم إيه اللي بيتقال. أمال ليه بيقولوا البحث ده مهم؟ وبعدين أقرأ عشان تمييز الخبيث من الطيب. عقل الكاتب في قلمه، تخيلوا هنا بقى، وكلام اللي أنا بقوله لك يا سمية، عقل الكاتب في قلمه بيبان كل واحد حسب توجهه، كل واحد حسب فلسفته، حسب منهجه، تربى فين، ونتاج التربية، وإيه نواياه، وعايز يعمل إيه، وعايز يوصل الناس لفين. كل الكلام ده مهم جدا. الكتب أحبائي غذاء النفوس، الكتب غذاء النفوس، الكتب هي إيه؟ غذاء النفوس، الكتب غذاء النفوس. والفكر دليله القلم، الفكر دليله إيه؟ القلم. أمال إيه؟ والكتاب هو المسامر الذي لا يبتدئك في حال شغلك، ولا يدعوك في وقت نشاطك، ولا يحويك إلى التجمل له. الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، والرفيق الذي لا يملك، والناصح الذي لا يستزيدك. الله الله على الكلام الجميل، مش كده ولا ايه؟ الكتاب جليس لا مؤونة عليك فيه، والكتب بساتين العلماء، والكتب أصدق الحكم، مش كده ولا إيه؟ كلام مهم جدا. ولولا الحكم المحفوظة اللي أنا بقرأها لكم والكتب المدونة لبطل أكثر العلم، ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر، ولما كان للناس مفزع إلى موضع استذكار، مش كده؟ ولو لم يتم ذلك لحرمنا أكثر الناس. لو ما تمش ده وكان في كتب، طب تعمل إيه إن شاء الله؟ ها؟ ده شوف، واحد بيوصف وصيته: يا بني لا تقوم في الأسواق إلا على أوراق أو أوراق أو أماكن القراءة، يعني بيدعو الناس إلى إن هم ما يروحوا السوق يفتح. طب الوقت الغرب هو اللي بيعمل كده يا مصطفى، هو اللي بيفتح الكتاب، ولا بيقرأ، ولا بيعمل كده، ولا ايه؟ او يا سلام يا سلام. الكلام ده كلام مهم. الفكر دليله القلم. اللغة وطن الكاتب، اللغة وطن الكاتب، كده ولا ايه؟ صح يا سوسو، اللغة وطن الكاتب، اللغة وطن الكاتب، اللغة هي وطن الكاتب. مصطفى ضحك. القلم لسان العقل، والقلم لسان، ما هعمل ايه؟ ما انا لازم امدع على الاسامي، ما هو انت داخل لي صاصة، هقول لك يا صاصة، ماشي يا صاصة، خلاص كل واحد بيدخل باسم بقى، انا لازم انادي الاسامي اللي قدام. ما هو انا عارف ان انت سوس، وعارف والله مصطفى بيضحك، اصل لما دخل من شويه كاتب صاصه، فانا بقول له يا محمود، قال لي لا انا مش محمود، انا اسمي مصطفى محمود، قلت له ما خلاص يبقى انت مصطفى، عشان ما حدش يكتب لي اسامي حركيه يعني اختصار، فانا الوقت ما بندهلك بقول يا سوسو، فهو ضحك كتب الضحكة بتاعته، فأنا فاهم هو بيضحك ليه، بس فهو طبعا احنا مش بنضحك على الاسم، لا لا أبدا، ده هو بيضحك بيفتكر تعليقي أول ما هو دخل يعني، بس فأهلا وسهلا بيك، ربنا يحفظك يا رب. القلم لسان العقل، مش كده ولا إيه؟ القلم لسان الايه؟
عقل، والقلم لسان اليد، مش كده؟ القلم كمان لسان الايه؟ اليد. يعني هو لسان العقل ولسان الايه؟ اليد. الله، على دي حلقة جميلة والله. صور يا سمية، يعني سبحان الله، المفروض دي من أوائل الحلقات اللي كان المفروض نبدأ بيها ونعيدها إلى الأذهان. وعشان بقى الحبايب معانا أهو، دي أول شريحة أيها الأحبة الكرام، الكتابة. الكتابة في القرآن تحدثنا عنها، نون والقلم وما يسطرون. تحدثنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تحدثنا وعن الكتابة والكتاب، نعم المحدث والرفيق كتابه، تلهو به إن خانك الأصحاب، لا مفشيا للسر إن أودعته، وينال منه حكمة وصواب. تحدثنا عن موقف المأمون عندما سأل ابنه وهو ينظر إلى كتاب، قال يا بني ما كتابك هذا؟ قال بعض ما يشحذ الفطمة ويؤنس من الوحشة. مش اللي بيحفظ يا مصطفى، مش اللي صالح الامتحان يفرغ اللي حفظه، لا، ده يشحذ الفطمة، يعني ذكي، يعلمه التفكير. فقال المأمون الحمد لله الذي رزقني ذرية يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين وجهه. والله دي تدرس في الجامعة. من عرف أخبار من قبل أضاف أعمارا إلى عمره. إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح. من يكتب حكايته يرث أرض الكلام. الكتاب نصف المواجهة، ليكن ما تكتب من خير ما تقرأ. القلم الرديء كالولد العاق، ببكاء الأقلام تبتسم الكتب. ببكاء الأقلام، بالحبر اللي بينزل وبتكتب، تبتسم الكتب. الله، الأقلام مطايا الأذهان، الكتب خزائن الحكمة، القلم أقوى من السيف. قيد العلم بالكتابة، الكتب بساتين العقلاء، عقل الكاتب في قلمه. الكتب غذاء النفوس، الفكر دليله القلم، واللغة وطن الكاتب. وعندما تغيب اللغة لا تحدثني عن ثقافة ولا عن حضارة ولا عن قيم ولا عن أخلاق. وعندما تكتب الشوارع بأسماء اللغة غير لغتنا، وعندما تسمى المحلات وأماكن التسوق بأسماء غير لغتنا، اعلم أنه تم غزونا واختراقنا اختراق كامل، وأنه لا طعم ولا رائحة ولا قيمة لنا ولا لثقافتنا ولا لأسمائنا ولا لمعانينا ولا لأي شيء نحترمه بيننا وبين أنفسنا. هنا تضيع الهوية، وهنا يغيب الوطن، ويغيب المفهوم الذي نريده، ويغيب معنى الأمة. اللغة أحباء الكرام هي القيمة التي يجب أن تبقى إذا أردنا أن نبقى وأن نحافظ عليها. القلم لسان العقل، والقلم لسان اليد. هذه كلها أمور في غاية الأهمية. كان عنوان اللقاء اليوم أيها الأحبة الكرام عن الكتابة والكتاب، وهذا هو عنواننا، وهذه هي القيمة التربوية التي أردنا أن نؤكد عليها. نؤكد عليها لمن يقوم على التعليم، ولمن يقوم على الكتابة في الجرائد، ولمن يقوم على برامج الإعلام، كيف يحسن اختيار الكلمات ليخرج جيل واعي، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. طالع قليل الأدب يبقى أبوه راجل مش مؤدب، طالع مؤدب ووقور وجميل اعرف إن أبوه راجل جميل، وأن البيئة المحيطة به بيئة داعمة محفزة. طالع فاشل وغير قادر على أن يكتب كلمة، اعرف إن المدرسة مدرسة ساذجة تافهة، وأن التعليم تعليم ناقص، وأنه لا وجود لمعنى التعليم ولا لمعنى العلم. هنا تأتي الكتابة. عندما نجعل الكتابة نشاط
وعندما نجعل احترام اللغة قيمة كبيرة في حياتنا وفي واقعنا، وعندما نحترم معنى تلك المعاني المهمة جدا، هذه قيمة كبيرة. وهذا هو الواقع يا مصطفى، للأسف الشديد نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. أحبائي الكرام، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. سعدت بكم وبمن كان معي من هذه في هذه الغرفة الجميلة، غرفة ملتقى الدارين. كل من كانوا معي اليوم أسعد بهم، وكل من سيستمع للحلقة عبر قناة اليوتيوب على الموقع، إن شاء الله نسعد به وبكم. في أمان الله، أستودعكم الله. جزا الله خيرا كل من كان معنا وكل من ساهم في حضوره وشارك معنا اليوم. في أمان الله، سعدت بكم، أستودعكم الله، ألتقي بكم على خير بإذن الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في أمان الله.